بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا مع روحك أيضا. Cher Père Majdi, Révérend Père, distingués invités, Monsieur le député Ahmed Frem, chers jeunes et chers frères et sœurs, je suis très content d'être chez vous ce matin pour célébrer avec vous la Sainte Eucharistie. عزيزي الأب مجدي الآباء الأعزاء كل الموجودين في هذه الكنيسة أحبائي الشباب أنا كتير سعيد معكم بهالصباح لحتى نفرح ونحتفل بالذبيحة الإلهية ونحن معكم كلنا سوا. شكرا جزيلا من قلبي pour votre aimable invitation. ميرسي لكم كلكم سوا لهالاستقبال المنيح اللي انتم عملتوا لي. Alors le message de la parole de Dieu aujourd'hui, nous célébrons la messe en rite latin. Le message de la parole de Dieu aujourd'hui, c'est la miséricorde. رسالة قراءة قراءات اليوم هو حول الرحمة. C'est le centre fondamental du message de Jésus le Seigneur. La miséricorde et l'amour avec tendresse envers tous nos prochains. Même envers ceux qui nous considérons comme nos ennemis. حتى مع كل الأشخاص اللي نحن بنعتبرهم هن أعداء لنا. C'est un message très fort qui transforme notre vie. هيدي الرسالة اللي بيعطينا إياها الإنجيل اليوم يسوع بالإنجيل هو مساج كتير كبير بيحول كل حياتنا. Nous donne le courage de vivre ensemble. Comme frères et sœurs en paix. بيعطينا القوة والشجاعة إنه نعيش مع بعضنا البعض مثل الأخوة والأخوات بسلام وبمحبة. Alors, grâce à cet amour, nous pouvons aussi construire une société plus fraternelle. ونعمة ولهالأمور لهالحب هيدا نحن فينا نعيش مع بعضنا بحضارة المحبة. وحضارة الأخوة. Alors je demande pendant cette messe, je demande au Seigneur de vous combler de ces bénédictions. رح نطلب من ربنا إنه ربنا يفيض عليكم من بركاته بهالإفخارستية. À toutes les personnes ici présentes, au Père Majdi, tous les responsables du centre, ainsi qu'à tous les bienfaiteurs et tous les amis du centre. لكل الأشخاص اللي موجودين هون لبير مجدي خاصة ولكل المسؤولين على هالسنتر وكل الأشخاص الأحبة والأقرباء أهلا وسهلا فيكم بهالذبيحة الإلهية. أيها الأخوة لنذكر خطايانا ونندم عليها فنكون أهلا لإقامة الأسرار المقدسة. لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال خطيئة عظيمة
خطيئتي عظيمة جدا، لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة المتورية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. لنصلي. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. من سفر صموئيل الأولى. في تلك الأيام قام شاول ونزل إلى برية زيف، ومعه 3,000 رجل من منتخبي إسرائيل ليطلب داود في برية زيف. فأتى داود وأبيشاي إلى الشعب ليلا، فإذا بشاول مضطجع في المدرسة وهو نائم، ورمحه مغروز في الأرض عند رأسه، وأبانير والشعب ركود حوله. فقال أبيشاي لداود: قد دفع الله اليوم عدوك إلى يديك، فدعني أطعنه بهذا الرمح إلى الأرض طعنة واحدة ولا أثني عليه. وأخذ داود الرمح وكوز الماء من عند رأس شاول وانصرفا، ولم يكن من ناظر ولا عارف ولا منتبه، لأنهم كانوا جميعهم نياما، لأن سبات الرب وقع عليهم. وعبر داود إلى العبر ووقف على قمة الجبل من بعد، والمسافة بينهم بعيدة. فأجاب داود قائلا: هذا رمح الملك، فليعبر أحد الغلمان ويأخذه، وليكافئ الرب كل واحد بحسب بره وأمانته، فقد دفعك الرب اليوم إلى يديه، ولم أشأ أن أمد يدي إلى مسيح الرب. كلام الرب. Thank you.
إسرائيلي يا إلهي أنت نصرتي أنت مخلصي وإليك صلاتي أنت وحدك صخرتي من رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس. أيها الأخوة، كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الآخر روحا محييا، ولكن لم يظهر الروحي أولا بل البشري، وظهر الروحي بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون الأرضيون، وعلى مثال السماوي يكون السماويون. وكما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. كلام الرب. الرب معكم. ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: أما أنتم أيها السامعون فأقول لكم: أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى مبغضيكم وباركوا لاعنيكم وصلوا من أجل المفترين الكذب عليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الآخر، ومن انتزع منك رداءك فلا تمنعه قميصك، وكل من سألك فاعطه، ومن اغتصب مالك فلا تطالبه به، وكما تريدون أن يعاملكم الناس فكذلك عاملوهم. فإن أحببتم من يحبكم فأي فضل لكم، لأن الخاطئين أنفسهم يحبون من يحبهم. وإن أحسنتم إلى من يحسن إليكم فأي فضل لكم، لأن الخاطئين أنفسهم يفعلون ذلك. وإن أقرضتم من ترجون أن تستوفوا منه فأي فضل لكم، فهناك خاطئون يقرضون خاطئين ليستوفوا مثل قرضهم. ولكن
أحبوا بعضكم، أحبوا أعداءكم، أحسنوا وأقرضوا غير راجين عوضا، فيكون أجركم عظيما وتكون أبناء العلي، لأنه هو يلطف بالكفرة والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم، لا تدينوا فلا تدانوا، لا تحكموا على أحد فلا يحكم عليكم، اعفوا يعفى عنكم، اعطوا تعطوا، ستعطون في أحضانكم كيلا كريما مركوما مهزهزا طافحا، لأنه يكال لكم بما تكلون. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. Chers amis, surtout les jeunes, les membres de ce centre, nous aimons toujours écouter les histoires qui parlent du courage des héros qui sauvent quelqu'un en danger, n'est-ce pas? أعزائي الأحباء، أعزائي الشباب، نحن بها الصندر مبسوطين ونحن بنحب دايما نسمع كل تاريخ الأشخاص أو شجاعة الأشخاص اللي بيخلصوا من الخطر. La Sainte Bible nous présente, entre autres choses, bien sûr, les aventures que David a eues avant de devenir roi. الكتاب المقدس بيعرض لنا كل المغامرات، مغامرات النبي داود قبل ما يصير ملك. Il s'était transformé, comme nous avons écouté dans la première lecture, il s'était transformé en fugitif car le roi Saoul cherchait de lui tuer. تحول داود تحول الى هارب لانه الملك داود كان عم يفتش عليه لحتى يقتله مثل ما سمعنا بقراءه الاولى. Une fois pendant la nuit, David est entré en cachette dans le camp du roi Saoul et à l'insu des soldats ennemis est arrivé jusqu'à côté de Saoul qui dormait profondément parce qu'il était fatigué. بتخبرنا القراءة الأولى أنه مرة من المرات دخل داود بالليل بسر وصل إلى مطرح الملك شاول والجيوش اللي كانوا معه كانوا كلهم نايمين. ما كان حدا عارف انه وصل النبي داود وصل الى حد شاول. مي دافيد n'a pas voulu éliminer son ennemi. ولكن داود ما اراد انه يحذف او يقتل عدوه. دافيد était un soldat sans crainte, très courageux. داود كان مغامر، كان جيش، كان عنده قوة وما كان يخاف وكان كتير شجاع. Mais savait aussi être magnanime, généreux, parce qu'il croyait en Dieu miséricordieux, Dieu qui a pitié de tous. ولكن كمان كان يعرف داود إنه يكون محب، يكون شجاع، لأنه كان يؤمن بالله الرحوم. الله اللي عنده محبة لقلنا كلنا سوا. Je suis sûr que nous aussi, nous croyons en Dieu plein de miséricorde. وأنا بعتقد كمان إنه نحنا كلنا سوا بنؤمن بالله المليء بالرحمة. Et nous souhaitons toujours recevoir sa miséricorde, surtout quand nous sommes en difficulté. ونحن كمان بنأمل إنه ناخد رحمة الله خاصة لما بنكون نحن بصعوبات.
La vie, comme nous le savons, la vie est pleine de soucis. Et nous sommes très contents quand nous rappelons que Dieu est miséricordieux envers nous. نحن بنعرف انه الحياة هي مليئة بالصعوبات وبالهموم ولكن نحن بنعرف ايضا انه نحن بنكون سعداء لما بنتذكر انه الله هو رحيم معنا نحن كمان. Cependant, plusieurs fois, nos comportements et nos réactions indiquent plutôt que nous pensons que Dieu doit être miséricordieux seulement avec nous. ولكن بعض الأحيان عاداتنا وتفكيرنا وحياتنا وردات فعلنا بتبين إنه نحنا بنفكر إنه الله لازم يكون رحيم معنا نحنا فقط يعني مع كل واحد منا فقط. Seulement avec moi. Oui. Peut-être avec nos amis plus proches, mais jamais avec les autres. Surtout si sont nos ennemis. ويمكن بنفكر إنه الله رحيم مع الأقرباء لألنا أو بقية الأشخاص بس مش أبدا مع أعدائنا. C'est une dichotomie dans notre vie des fois, n'est-ce pas? هيدا شيء متجزئ بإيماننا. Alors Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui nous dit clairement attention. يسوع بإنجيل اليوم بيقلنا بوضوح انتبهوا أو انتباه. Dieu est miséricordieux avec tous. الله هو رحيم مع الكل. Aussi avec ceux que nous considérons comme nos ennemis. وأيضا الأشخاص كل الأشخاص اللي نحن بنعتبرهم أعداء لألنا. Car Dieu, dans sa tendresse, a créé toute l'humanité. الله برحمته وبمحبته خلق كل البشرية. Jésus dans les enseignements de Jésus change radicalement notre logique humaine. تعليم يسوع بغير بشكل جذري منطقنا البشري. Nous disons mais je cherche seulement ce qui est juste. نحن بنقول إنه أنا ببحث فقط على الشيء الصح. Si il m'a frappé, je dois lui frapper. المنطق بيقول إذا ضربني أنا لازم أضربه. S'il m'a insulté, moi je dois l'insulter. إذا حكيني كلام مش منيح أنا لازم أحكي كمان كلام مش منيح. Cette logique nous fait entrer toujours en collision avec nos prochains. هالمنطق هيدا بيخلينا نفوت دائما بتصادم مع الأقارب. À nous affronter jusqu'entrer en conflit et les conflits, nous le savons, mènent à la guerre. وهالاتجاه هيدا بيخلينا نفوت بصراع وهالصراعات بتؤدي إلى الحروب. Surtout quand nous ne sommes pas capables de contrôler notre désir de vengeance. خاصة لما نحن ما بنعرف أو مش قادرين نحدد أو نقدر نحدد كل رغبة الثأر اللي عنا إياه أو الغضب. La logique de Jésus cherche la paix à travers le dialogue et la compréhension. مفهوم يسوع ومنطق يسوع بفتش عن السلام من خلال الحوار ومن خلال التفاهم. On a besoin donc de beaucoup de patience, de miséricorde, de tendresse. نحن بحاجة كتير للصبر، للرحمة وللمحبة. Parce que ça rend possible le pardon, rend possible le partage et la solidarité nécessaire pour bâtir la fraternité. لأنه إذا كان عندنا صبر ورحمة ومحبة هالشيء بيخلي ممكن المسامحة والتقاسم المشترك اللي هن أساسيات لحتى نبني الأخوة. Et la fraternité accepte toujours la diversité. Nous sommes tous différents. الأخوة إذا نحن أخوة مع بعضنا البعض بتقبل المفارقة يعني نحن مختلفين عن بعضنا البعض.
La fraternité reconnaît la possibilité que tout le monde peut s'équivoquer. Même nous, nous pouvons nous équivoquer. الأخوة والمحبة بتقبل إنه كل العالم ممكن يغلط حتى نحنا ممكن نغلط. Il faut donc pardonner. لازم نسامح. Jésus nous offre un critère fondamental pour notre comportement. يسوع بيعطينا مفهوم أساسي لردات فعلنا ولحياتنا. Quand vous voulez que les autres agissent envers vous, agissez de même envers eux. يسوع بيقول لنا مثل ما بتريدوا انه العالم يعاملكم انتم عاملوا ايضا العالم. Si nous voulons trouver l'amour, nous devrions nous-mêmes commencer à s'aimer l'amour. اذا نحن بدنا نلاقي الحب لازم نحن نبلش نزرع الحب. Gandhi disait que chacun de nous doit commencer lui-même à changer le monde en changeant sa vie. غاندي بيقلنا انه نحن كل واحد لازم يبلش بتغيير ذاته لحتى يقدر يتغير العالم. Changer nos actions, notre façon de penser, nos façons de parler, d'agir selon l'idéal de la non-violence. نبلش نغير ردات فعلنا, طريقتنا بالتفكير, طريقتنا بالعيش ومفهومنا لعدم الغضب او عدم القوة والضرب. Chers amis, le soir, quand il n'y a plus de la lumière du soleil, nous allumons nos maisons avec l'électricité. أصدقائي الأحبة, من لمن ما بيكون في نور الشمس نحن بنولع ببيوتنا أو بنضوي الكهرباء. C'est-à-dire, les ténèbres ne se combat pas avec d'autres obscurités, mais avec la lumière. فإذا الظلمة ما بتعمل صراع أو ما بتتضارب مع الظلمة وإنما مع النور. Ça suffit d'allumer une petite bougie pour vaincre l'obscurité. بكفي إنه نولع شمعة صغيرة لحتى نقدر نربح العتمة. Notre cœur doit être toujours plein de lumière pour éloigner de nous la haine. قلبنا لازم يكون دائما مليان من النور لحتى نبعد عنا الغضب أو الكراهية. Pour éloigner de nous le désir de vengeance, les réactions violentes. لحتى نبعد عنا حب الثأر والردات الفعل القوية الغضب. Mais d'où vient cette lumière? ولكن السؤال منين بيجي هالنور؟ Elle vient de l'amour de Dieu plein de tendresse. بيجي هالشيء هيدا من محبة الله اللي مليان رحمة ورأفة. Dieu qui nous aime, même quand nous nous rébellions contre lui, ou quand nos actions sont contraires à ses enseignements, il nous aime toujours. الله بيحبنا وبيحبنا دائما حتى نحن لما بنثور بغضب على على عليه هو, وحتى لما ردات فعلنا هن معاكسة لتعليمه. Dieu nous attend avec patience pour nous accueillir de nouveau chez lui comme fils et fille. الله دائما بيحبنا وبينتظرنا بصبر وبيستقبلنا من جديد دائما دائما مثل ابناء وبناته. Nous avons toujours besoin de quelqu'un qui nous accueille avec amour. نحن بحاجة دائما انه بحاجة لحدا يستقبلنا دائما بمحبة. Comme une mère capable de pardonner toujours ses enfants. مثل الام اللي دائما بتسامح وبتغفر لبناتها ولاولادها دائما 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 بتغفر لهم. Combien de personnes ont trouvé dans ce centre avec le Père Majdi une accueil qui donne la possibilité de grandir sereinement avec l'appui de frères et sœurs. عم يسأل قديش في أشخاص
بهالمركز هيدا مع أبونا مجدي لقوا هالاستقبال وهالقدرة على الكبر، يعني أنه يكبروا بالتعليم وبمساعدة الأخوة والأخوات. Chacun de nous, chacun de nous, nous avons trouvé, grâce à Dieu, dans notre vie, quelqu'un qui nous accueille et nous avons découvert la valeur de la communion. كل واحد منا لقى بطريقة أو بأخرى لقى حدا يقدر يسنده ويستقبله لحتى يقدر يكتشف قيمة المشاركة. Nous avons besoin de la communion pour vivre. نحن بحاجة للمشاركة وللمحبة لحتى نقدر نعيش مع بعضنا البعض. Et l'amour qui nous accueille nous invite aussi à accueillir nos prochains. الحب اللي هو الله اللي بيستقبلنا دائما نحن بيدعينا لحتى كمان نستقبل كل أقربائنا وكل الأشخاص اللي حدنا. Alors là, je voudrais ajouter aussi l'importance de prier les unes pour les autres. وهون هو بده يزيد السفير بده يقول إنه قديش مهم إنه نحن كمان نصلي من أجل بعضنا البعض. Si nous nous rencontrons quelqu'un avec lequel une personne avec laquelle nous ne sommes pas d'accord, nous pouvons toujours prier plus pour cette personne. لما نحن بنتلاقى مع أشخاص أو مع شخص نحن ما بنتوافق معه، بدل ما نعمل غير شيء ممكن نصلي له لهيدا الشخص. C'est l'invitation la plus importante que Jésus nous adresse. هيدي الدعوة اللي أكثر شيء مهمة يسوع بيتوجه فيها لنا. C'est le cœur de son évangile. هيدا هو قلب الإنجيل كله سوا. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. كونوا رحماء كما أن أباكم السماوي رحيم. Alors grâce à nos gestes de tendresse, de patience, de soutien, d'accueil, de partage avec nos prochains, nous serons des vrais témoins de la miséricorde de Dieu. شكرا لكل الحركات او بمعنى انه كل الاشياء اللي نحن بنعملها من رحمه من صبر من مساعده من من اكوي من اتجاه بالاستقبال من مشاركه مع كل اصحابنا نحن بنبين فعلا انه نحن شهداء او شاهدين لرحمه الله. Chers frères et sœurs, n'ayons pas peur des ténèbres. اخوتي واخواتي الاحبه ما تخافوا من الظلمات. Ayons plutôt le courage d'aller plus loin que la logique des échanges justes. ولكن بدعيكم انه تروحوا بشجاعه اكبر وببعد عن المنطق الطبيعي للي هن مناح. C'est-à-dire pour vivre toujours selon la logique de la générosité et du don gratuit. يعني لحتى نقدر نعيش حسب منطق الرحمة ومنطق الكرم والعطاء المجاني. Et alors sera Dieu notre Père, Dieu lui-même qui nous offrira en récompense abondante. الله بيعطينا هالكرم وهالشجاعة إنه نحن نعيش بسلام. نؤمن بإله واحد. Introduzione all'offerta ai fedeli. قال له مين بده يقرا النوايا هلا؟ تألم مع معك وتوقعنا من
eccellenza, dove è scritta la introduzione che lei va a dire adesso? O spontaneamente? Traduzco o non fa niente? Possiamo cominciare di... Cos'è? وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموت والحياة الدائمة. Chers frères et sœurs, présentons maintenant nos prières à Dieu notre Père. إخوتي رح نقدم هلا صلاة المؤمنين والنوايا اللي رح تقولوهم كلكم سوا. نوايا. نوايا. Riversate su lui le vostre preoccupazioni. Lui si preoccupa. Preghiamo per i nostri vescovi. Sua Santità Papa Francesco, Sua Eccellenza Cardinale Rai, i nostri preti e padri Majdi Alawi e la sua comunità fericita del cielo. Concedi, o Dio, di vivere la vocazione dei nostri vescovi, a coloro che hanno riposto le proprie preoccupazioni su tutte, riempli delle tue grazie per renderli dei veri pastori della tua Chiesa. Ti preghiamo anche per loro, perché sappiano guidare la tua barca con tutta sicurezza sulle onde del mondo e possano arrivare sani e salvi in un porto sicuro. اجتجب يا رب ارحمنا يا يسوع يا خير المراحم ارحمنا يا يسوع يا خير المراحم Ô Vierge Marie, Mère de foi, comme tu nous le dis toujours dans tes messages, que l'amour de nos semblables et l'amour de Dieu qu'il est devenu pour nous, pour notre salut et pour la rédemption du monde, est le plus grand de la vie, et que par l'amour, nous pouvons atteindre la vraie paix et le repos, et que par l'amour, nous pouvons trouver la miséricorde et le bonheur éternel. Nous vous demandons de nous apprendre à suivre la volonté de Dieu, et avoir confiance totale en lui. Restez à nos côtés et aidez-nous à avoir la miséricorde et l'amour, la pureté et l'impartialité intérieure, pouvoir suivre les actes de jeûne et faire de bons actes, et bien être témoin de tous les signes de Jésus-Christ. Amen. We pray to the officials of our country and the world to know the true love that illuminates their eyes and guides them to the path of humanity. We pray that their hearts will remain filled with tenderness and they will follow the wisdom and message of our Virgin Mary and Jesus Christ, so that they may live the loving word of God and follow the acts of forgiveness. By praying, we can destroy every satanic experience that touches every official, as by faith, he will be saved from all bad experiences. Amen. بعيد التأسيس الحادي عشر لجمعية سعادة السماء نصلي اليوم يا رب من أجل إيقاظ الضمائر كي تبقى راية الإنسانية مرفوعة وجمعية سعادة السماء أكسجين الإنسانية الموجوعة المتروكة المعذبة والمهمشة نصلي يا رب كي تكون قوانين بلدنا عادلة تجاه القضايا الإنسانية وأن تترأف تلك القوانين بمأساة هذا الشعب
نصلي أيضا من أجل أن تبقى قناة للوميار الإنجيل المفتوح الذي يجمع الكل تحت كلمة الحق وإرساء قواعد المحبة. نصلي أيضا يا رب من أجل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون أيضا وكل المسؤولين اليوم في الدولة اللبنانية. رئيس الجمهورية اليوم بعث رسالة شكر وتقدير إلى جمعية سعادة السماء تقديرا من فخامته في تعزيز هذه الجمعية التضامن بين المؤمنين وتمنيات الرئيس للجمعية بالمزيد من التوفيق في خدمة الإنسانية. إليك يا رب نصلي. ارحمنا يا يسوع يا فيض المراحم، ارحمنا يا يسوع يا فيض المراحم. يا رب الأبرار والصديقين عاشوا كل يوم بيومه وتركوا هم بكرة لبكرة لأنهم عرفوا يوثقوا بعنايتك بحياتهم، عرفوا يحبوك بالفقير وبالمسجون وبالمنبوذ. منصلي لك كرمال الحاضرين والمشاركين معنا اليوم بهالذبيحة الإلهية، محسنين متطوعين مستفيدين. أعطينا يا رب الشجاعة والقدرة تنموت عن زواتنا لنعطي الحياة. ثبتنا بالإيمان وسط كل العواصف اللي عم بتحاول تفصل ارتباطنا فيك. صلحنا دايما بروح التواضع والمحبة لأنك أنت اهتمامنا الأول والأخير. ارحمنا يا يسوع يا فيض المراحم، ارحمنا يا يسوع يا فيض المراحم. الخطية استولت على هالعالم مضطرب اللي ما عم يعرف معنى الحب الحقيقي والرحمة الإلهية. منصلي عنية كل طفل متشرد حرمته الدنيا من الأمومة وبحاجة لحنان ودفء، على نية كل عجوز بحاجة للدعم والطمأنينة وراحة البال، عنية كل فقير عم يتعذب ويتوجع ليقدر يأمن لقمة العيش، على نية كل محتاج بحاجة لقلب كبير يسمع له طلباته وصلواته ويأمن له الحياة الثانية مع يسوع المسيح. وأخيرا منصلي أيضا عنية كل مريض بحاجة لدواء بالمسيح ليزيل عنه كل مرض خبيث ويزرع الفرح بدل الحزن، الأمل بدل الألم، والحب بدل الكره. ارحمنا يا يسوع يا فيض المراحم، ارحمنا يا يسوع يا فيض المراحم. نوضع بين إيديك كل أرواح الموتى اللي انتقلوا من حياتنا، ومنخص بالذكر الوزير جورج فريم. غمرهم برحمتك وسمعهم صوتك عم بيقول: هلما يا مباركي رسل ملكوت المعد لكم، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا يسوع المسيح الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم لنا ولهم. Reçois, Seigneur, nos prières, toi qui vives pour le siècle des siècles. Amen. بنقدم لك يا رب مع القرابين مراكزنا بكافة المناطق لحتى يضلوا مينا آمن لكل مضطهد، مأوى لكل مشرد، ملجأ لكل متروك، وبيت لكل جوعان وعطشان، وبصمة أمل لكل تعبان، وخزان محبة لكل مجروح. بيت السامري الصالح. بيت الأم تيريزا دي كالكوتا. سوق الأربعة. قهوة الإزاز شكا. مطعم جبال الأحلى. بيت الرحمة الإلهية. بيت ستة وجدة. بيت مرتا. شكرا.
بيت الله محبة. سالون سعادة السماء. مصبغة سعادة السماء. فرن أطيب ترويقه. سناك عين رمانة. برجر سعادة السماء. شكرا. بوناب. سناك برج حمود. شكرا. سناك الحازمية. شكرا. دي سنتر. مركز الاستقبال والتوجيه. بيتزرية سعادة السماء. شكرا. موسيقى سعادة السماء. قرية الإنسان. شكرا. يسوع أنا أمامك، يشعر
صلوا أيها الإخوة إلى الله إلهاب الغدير ليقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير كنيسة المقدسة بأسرها. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. الرب معكم ومع روحك أيضا لنعرف غلوبنا إلى لولا إنها لدى الرب لنشكر الرب إلهنا. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre les cieux. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. حقا إنك لقدوس أيها الآب ينبع كل قداسة فنسألك أن تفيد روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد إلى دم يسوع المسيح ربنا فهو حينما أسلم نفسه للعالم توام أخذ خبزا وشكر ثم كسر ونول تلاميذه وقال خذوا كلوا من هذا كلكم هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر ونول تلاميذه قائلا خذوا فشربوا منا كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان إننا نبشر موتك ونعترف بقيامتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته
نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, le Patriarche Youssouf, notre évêque Georges et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. اذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة، وبخاصة الوزير جورج وجميع المتوفين إلى رحمتك. اجعلهم ينامون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول، مار يوسف خطيبها، والدة، ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. إننا امتسالا لوصية المخلص واستديانا إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الدهور. أيها رب يسوع المسيح، يا من قلت لرسولك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمانك نسيتك، وتنازل وأوله الوحدة والسلام بحساب مشيئتك. أنت الحي الملك إلى دار الدهور. آمين. ليكون سلام الرب معكم دائما، ومع روحك أيضا. تبادلوا سلام. شكرا جزيلا. شكرا. سلام. أعطنا السلام.
هو ذا حمل الله هو ذا الحامل خطايا العالم توب المودوين الى الوليات متي الرب لست مستحقا ان تدخل تحت سقفك لكن قل كلمه واحده فتبرأ نفسي
واجعلني أحيا لأجلك. كيف لا أحيا لك يا يسوع؟ كيف لا أحيا
أحيا لك يا يسوع. كيف لا أحبك؟ كيف لا أعبدك؟ كيف لا أحيا لك يا يسوع؟ كيف لا أحبك؟ كيف لا أعبدك؟ كيف لا أحيا لك يا يسوع؟ Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donnez-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse, le gage, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Avant de vous donner la bénédiction finale, je voudrais vous dire un grand merci pour votre patience avec mon arabe. قبل ما اعطيكم البركه النهائيه بدي اطلب منكم انكم تكونوا صبورين مع العربيه تبعيتي اللي انا اللي عم بحكي فيها. اشكركم جدا. بشكركم كثير. Et je voudrais vous donner la bénédiction au nom du Saint-Père le Pape François. La bénédiction qui est pour vous tous et pour toutes vos familles et amis. وراح يعطي البركه باسم البابا فرانسيس لكم كلكم لكل عيالكم ولكل الاشخاص القراب. الرب معكم ومع روحك ايضا. بارككم الله القدير على كل شيء الاب والابن والروح القدس. امين. اذهبوا بالسلام المسيح. الشكر لله. تفضلوا.